خمس أمور لازم تعرفها عن فولكسفاجن كادي. أول إشي رح يلفت نظرك هو التصميم اللي صار أكثر أناقة وجاذبية، بداية مع التصميم الأمامي بشكل العصري، وصولاً للخطوط الجانبية اللي بتعطي السيارة مظهر أكثر انسيابية وديناميكية، وصولاً للأضواء الخلفية اللي بيمتد تصميمها حتى منتصف الصندوق. لما بنحكي كادي يعني مساحة واسعة بتلائم عملك وعيلتك، بس الإشي المميز في الجيل الجديد من فولكسفاجن كادي إنك صرت بتقدر تنزل الكراسي بشكل منفصل عن الآخر، أو صرت بتقدر تفك الكرسي وتشيله بشكل كامل من السيارة. ولأول مرة في كادي نظام التعليق فيها صار قائم على صنبرصات بدل الريش، وهذا بيعطي راحة أكبر أثناء القيادة، خاصة للأشخاص الموجودين في المقاعد الخلفية. المساحات التخزينية كتيرة في فولكسفاجن كادي: التابلو، جيب المنتصف، الرف العلوي الموجود في سقفية السيارة، والأحلى من هيك كمان الجدار الموجود أسفل المقاعد الأمامية. فولكسفاجن كادي فيها العديد من التكنولوجيا والأنظمة الحديثة: مرايا كهربائية مع تدفئة، مقود مع أزرار تحكم متعددة الاستخدام، نظام ستارت ستوب، هاندي بريك كهربائي، نظام أوتو هولد، مداخل USB أمامية وخلفية، وبلوتوث.